السلام عليكم أعزائي الصف السادس الإعدادي. إن شاء الله بهذا الدرس راح نتناول استخدام الوايل والأز بمعنى بينما، والوين بمعنى عندما، والأند معناها و. طبعا الوايل والأز يجي بعدها دائما زمن ماضي مستمر، وعندنا الوين يجي بعدها شنو؟ الماضي البسيط، ويعني معناها وين أينما توجد ماضي بسيط، هي والأند يكون بعدها، والآن هي لازم تجي وسط الجملتين الوين والوايل والأز، نقدر نستخدمها بالبداية أو في الوسط إن شاء الله. إحنا قبل ما نبدي باقي يعني التفاصيل الخاصة بالتمارين راح نوضح شوية باستخدام جملتين وشون نستخدم الوايل والأند والأز. فهسه راح نأخذ بكل بساطة، أقول هاي جملة عندي بزمن الماضي المستمر، هي was watching TV، كان يشاهد التلفاز دوت نقطة. عندنا جملة ثانية مثلا، عندنا his mother أمه fond، يعني عندنا أمه fond suddenly، وأمه شنو؟ اتصلت فجأة. واضح؟ يعني فجأة يعني كان ما متوقع انه شنو راح يحصل مكالمة هاتفية من امه. واضح؟ هاي هنا كابيتال لتر، كابيتال لتر، نعم. زين، ايش كاتب لك هنا مثلا؟ كاتب لك بالامتحان يوز، استخدم، عندك قايل لك يوز مثلا وين، استخدم وين حسب القاعدة. بعد وين لازم ماضي بسيط، بعد وين ماضي بسيط، اذا خليناها مثلا بالوسط يقول لك استخدم وين، راح تكون زمن الماضي المستمر بالبداية، نقول he was watching TV when his mother found suddenly. نقدر هنا وياها نقول found him، أو when his mother found اتصلت suddenly، اتصلت فجأة. واضح؟ he was watching TV when his mother found اتصلت suddenly، فجأة. واضح؟ فهسه عندي شنو؟ بعد الوين زمن ماضي بسيط، شلون عرفته؟ من عندنا هذا الفعل بالماضي، وهنا عندي جملة زمن ماضي مستمر بال was عندنا زائد فعل ب ing. ملاحظة مهمة، زمن الماضي المستمر يتكون من was aware وفعل b-i-n-g. الهي شي تاخذ was، والشي ايضا was، والit والi. باقي عدة ضمائر، they واليو والwe، تاخذ where زائد فعل b-i-n-g. الماضي البسيط الشي المهم به لازم اميز هذا الفعل قياسي وغير قياسي، يعني مثلا play played، arrive arrived، مثلا ذني الافعال travel traveled، بس من يجيني فعل شاذ مثلا get يصير لازم بالماضي got، go went، إن معناها لازم عندي اطلاع بقائمة الافعال الشاذة وايضا القياسية حتى اتعود عليهن. فهذه الجملة ايش قد ما هي سهلة اذا ما اعرف الزمن الماضي للجملة، او ما اعرف اضيف الاي ان جي، مثلا بعض الاحيان يحتاج تكرار الحرف الاخير واضيف اي ان جي، مثلا swim ضعف الام وضيف اي ان جي لازم. زين، مثلا يجيب لك الفعل جيت قلنا جوت، او تيتش توت، فلازم انا شنو؟ حافظ الماضي البسيط مالتها سواء كان قياسي او غير قياسي، القياسي سهل باضافه الاي دي. زين، نفس الجمله هذه اللي طانا اياها نستخدم طريقه اخرى للحل. مثلا كاتب لك يوز وايل، استخدم شنو؟ وايل. الوايل لازم يجي بعدها جمله شنو؟ الماضي المستمر. فإذا خليناها مثلا بالبداية نقول while he was watching TV، he was watching TV، راح نحتاج كومة، his mother، يعني أمه his mother found اتصلت شنو؟ suddenly. suddenly معناها شنو؟ فجأة. هاي طريقة، او لا اخليها بالوسط، اجيب هاي الجملة his mother، his mother شنو؟ فوند اتصلت
Fond suddenly while بينما he was watching TV. بهالطريقة. فيعني أنا لازم بهذه استخدام هذه الأدوات لازم أميز زمن الماضي المستمر والماضي البسيط حتى أقدر أحل الجملة بشكل صحيح. فصارت الطريقتين إحنا نحل بيها. زين. أيضا عندنا شنو الأند والأز. الأز نفس شنو؟ مثلا هنا كاتب لك يوز وايل أو حاط لك أز نفس الحل. يعني هسه أنا إذا أردت أحل هذه الجملة نفس الشيء كاتب لك بدال يوز وايل كاتب لك يوز أز، بس أبدل هنا شنو عدي؟ أبدل الأز معناها أيضا بمعنى بينما. واضح؟ زين. إذا بالوسط نفس هاي الجملة اللي هنا أنا استنسخها وحط شنو؟ بدال الوايل أز، وزمن الماضي المستمر دي يصير شنو؟ بعد الأز والوايل. زين احنا هنا اللي حليناها بوين؟ هاي ايضا اذا اريد احلها بطريقة ثانية باستخدام الاند ايضا شو نسوي؟ ببساطة الوين تنشال وشنو حط؟ اند، فصار زمن الماضي البسيط بعدها. يعني هي هاي الطرق مرات يجيب لك تصحيح الفعل. مثلا هنا عندك his mother، هاي الجملة الاخيرة his mother phoned suddenly as he was watching TV، هنا حاط لك phone بس الجذر مال الفعل، فأقول أحتاج أحول زمن الفعل إلى الماضي البسيط. فشنو هو الفعل؟ فون ينتهي بإي، أضيف دي. نعم، يعني هسه هاي في التوضيح بسيط يعني الاستخدام الوايل والآز والوين والآند. نجي هسه على تطبيقات أكثر على استخدامهن. عندنا قلنا نعيد شوية الوايل والآز والوين والآند. الوايل بعدها ماضي مستمر إذا أجدت بالبداية، وبعدها كومة مهمة وماضي بسيط. وإذا أجدت الوايل بالوسط in the middle في الوسط، الماضي البسيط the past simple يسبقها وبعدها الماضي المستمر. زين إذا الأز بالبداية نفس الوايل ماضي مستمر كومة ماضي بسيط. زين إذا عدنا الأز بالوسط أيضا قبلها ماضي بسيط والبعدها ماضي مستمر. منطق سؤال هو موجود ايضا بالكراسة، put one verb يعني ضع واحد من الافعال in the past continuous and one يعني الماضي المستمر and one in the past simple وواحد في الماضي البسيط. زين عندنا number one while علي have، شوف هنا الفعل يعني معناها بخلل يعني مو صحيح، لازم نعدله حتى تنطبق عليه قاعدة الوايل. somebody knock at the front door، أحدهم دق الباب الأمامية. while قلنا نحتاج ماضي مستمر العلي تنزل، أقول الهاف لازم مو بس أحط having فعل بي آي إن جي، لازم مسبوق your was your were حسب الفاعل. قلنا he she it I تأخذ was والباقي they you we تأخذ were والفعل بي آي إن جي. زين بعد الكومة somebody نحتاج شنو؟ ماضي بسيط الجملة knock، هذا فعل قياسي فبالماضي نضيف له ايدي نوكت دقة. زين قلنا فرندور الباب الامامي. زين نجي على نمبر 2 a thief take يعني سارق اخذ our clothes ملابسنا while we swim. هنا الوايل وين جتي؟ بالوسط، فالجملة قبلها ماضي بسيط والبعدها لازم ماضي مستمر، فصارت الجملة a thief took our clothes يعني اخذ ملابسنا while we were، شوفوا ال we تاخذ were وفعل بي اي ان جي، ضعفنا الام وضفنا اي ان جي. بالامتحان احتمال جايبها كلها صحيحه وحاط لك a thief took our clothes while we، حاط لك where وحاط لك بين قوسين swim، بس ال swim اصححها تصير swimming. فانا ما فاهمها بهالطريقه، شلون تجيني بالامتحان انا اقدر احل. زين 3 she tell us to be quiet as we make too much noise، يعني طلبت منا ان نكون هادئين بينما كنا نعمل ضوضاء شنو كثيره. اللي عندنا الاز وين؟ بالوسط، لازم جمله ماضي بسيط، فصارت she told us to be quiet as we were بينما كنا نحن نعمل شنو too much noise. عندنا الوي تاخذ were وفعل بي اي ان جي، making حذفنا الاي وضفنا اي ان جي، هاي مهمه النقطه. 4 my sister يعني اختي
عندنا هايد ماي بيرس يعني اخفت شنو جوزداني اندر ذا بيد وايل اي نوت لوك وايل بالوسط اجتي القبلها لازم جمله ماضي بسيط والبعدها ماضي مستمر فالهيد عندنا عفوا الهايد معناها يخفي بالماضي شي يصير الماضي البسيط هيد فصارت الجمله ماي سيستر هيد ماي بيرس اخفت جوزداني اندر ذا بيد تحت الفراش وايل بينما اي واز نوت لوكينج شوف اي اخذت واز وعندنا نفي لان حاط لك نوت لوك واز نوت لوكينج زين 5 as she carried the shopping بينما كانت تحمل يعني الامور اللي سوقتهن from the car my grandmother slip and break her ankle يعني الكاحل فأص جاي بالبداية فراح يصير الماضي المستمر هنا she was carrying ضفنا ing carry معناه يحمل the shopping يعني الأمور اللي تسوقتها from the car my grandmother بعدها كومة عندنا slip هو فعل قياسي بس هذا منتهي بحرف صحيح وقبل صوت علة فضعفنا وضفنا ed and break بالماضي and broke her ankle زين نجي على when والand هذه القاعدة مالتها تختلف قبل إذا هنا طبعا الوين يمكن تجي بالبداية بس ما موجودة بالتمارين الوين قبلها ماضي مستمر والبعدها ماضي بسيط past simple والأنت أيضا نفس القاعدة زين نجي نطبق put one verb يعني ضع أحد الأفعال in the past continuous بالماضي المستمر and one in the past simple مثال I think about you يعني كنت أفكر حو عنك أو حولك and then you ring me واتصلت بي واضح؟ فصارت الجملة I was thinking ليش الأنت هنا بالوسط فالماضي المستمر قبل I was thinking about you ماضي مستمر ما يتكون إلا من فاعل والواز والwhere والفعل B-I-N-G واضح؟ هذا مهمة and then you rang ring بالماضي rang واضح؟ me 2 I clean my room and I find 30 pounds under my bed and ايضا استخدمها لازم قبلها ماضي مستمر والبعدها ماضي بسيط فصارت I was cleaning my room and I found 30 pounds under my bed بالامتحان جايب لك I was cleaning my room and I find بين قوسين وبالاخير حاط لك correct صحح الفعل اقول هنا حسب القاعدة مال and يجي بعد شنو ماضي بسيط الفايند تتحول الى فاوند فعل شاذ irregular زين 3 luckily يعني لحسن الحظ شريفه not drive very fast when the child ran into the road يعني ما كانت تقود بسرعه عندما الطفل ركض الى الشارع وين جايه بالوسط قبلها لازم ماضي مستمر والبعدها ماضي بسيط فصارت luckily شريفة was not driving very fast when the child ran شوف ran صارت انت تعود الى الطريق ذني جوا افعال شاذة يفيد انك ring rang find found ring معناها يدق find يجد run يركض take يأخذ tell يخبر hide يخفي break يعني يكسر flow معناها يطير flew الماضي مالتها فان شاء الله تو اي سؤال عندك ما تفهمه بخصوص الوايل والاند عفوا الاند والوين والوايل والاز تقدر شنو تسألني بالتعليقات وراح اجاوبك على السؤال اللي انت تحتاجه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.